ما عرفناش شنو هو السبب لهذ القاعات لحد الان تشد. يعني من بعد الحجر الصحي عملنا شي مع السيد الوالي داخل مقر الولايه وطلبوا منا باش تكون واحد المعايير باش نخدموا. التزمنا بديك المعايير. يعني المعايير يعني ملي كنقولوا المعايير قال لك تعمل التعقيم، تعمل ديك الفرديد الحراره، تعمل التباعد، تعمل كمامه، تعملوا يعني القاعد الرياضه ما تفوتش 50% داخل حصه. يعني القاعة اللي عندها المسافة اللي عندها أقل من 150 متر ما تفوتش فوق 10 د الناس. حنا التزمنا بهذا الشيء كامل، بهذه المعايير كامل. وأكثر من هذا الشيء بعثوا لنا واحد اللجنة يعني من الولاية ومن مندوبية الشبيبة والرياضة اللي دارت على القاعات الرياضية كاملين وعملت واحد الملف وجبرنا بأن هذيك التقارير اللي عملوه كاملة إيجابية 100%. ومع ذلك يقولوا لنا شدوا، ما عرفناش علاش، ما بغاو يعطيونا تعويض، ما بغاو يعطيونا نخدموا. هاد الناس شنو كيقولوا لنا؟ نمشيو نموتوا. وحنا الحمد لله كنوصلوا هذه الرساله لصاحب جلاله الملك محمد السادس اللي هو الرياضي الاول، بان خصنا الصوت ديالنا يوصل صاحب جلاله الملك. لا يعقل، لا يعقل هاد الناس عايشه وحنا كيقول لك مشي تموت. كتقول له عوضني، كيقول لك ما كاينش التعويض. كتقول له خلص لي الكرا والموضة، كيقول لك ما خلصلكش الكرا والموضة. باش غنعيشوا حنايا؟ باش غيعيشوا وليداتنا؟ باش غيعيشوا هاد الجماهير اللي هنا امام الولايه؟ واش نجيبوا ليسانس وخيوة على راسنا؟ شنو خصكم نعملوا؟ ديونا للحبس. باقي خصكم هما تجمعونا وديونا للحبس. حتى اذا مشينا للحبس الدوله غتصرف علينا، غتعطينا ناكلوا، تعطينا نشربوا ونعسوا. راه حنا كنجبروا واحد الصعوبه مع الاولاد ديالنا. راه كندخلوا البيوت ديالنا ما عندناش باش ندخلوا القوت اليومي لوليداتنا. وليداتنا راه كيموتوا بالجوع، المسؤولين وليداتنا كيموتوا بالجوع. الله يجازيكم بخير. السلام عليكم، معكم نزار بالليل بطل افريقيا في رياضه القوه البدنيه من مدينه طنجه. حنا اليوم هذا الاعتصام او الوقفه الاحتجاجيه السادسه اللي كنعملوها بسبب اغلاق القاعات الرياضيه. دابا من مارس لدابا فتحنا شهر واحد، يعني 7 شهور والقاعات الرياضيه مشدوده عليها. كتشوفوا هاد الناس هادو مساكن، هادو الاغلبيه ديالهم مدربين او اصحاب القاعات او مسيرين قاعات او بعض الرياضيين اللي ما كيقدروش دابا يتريدوا. مثلا انا دابا ما عندناش فين نتريدوا، كاين بطولات مجا دوليه ولكن للاسف القاعات مشدوده في المغرب، في حين بعض الدول المجاوره ديالنا غير هنا في افريقيا كينظموا بطولات وطنيه، ما تقطعوش البطولات الوطنيه عندهم، كينظموا بدون جمهور. حنايا ما عندناش حتى الرياضه، باقي ما وصلناش نتريدوا. وهاد الناس اللي كتشوفوا هنا مساكن، هادو الناس 50% ديال القاعات الرياضيه في طنجه اعلنت الافلاس ديالها، لان ما قدروش يسيروا هذا الاغلاق هذا بدون اي دعم من الدوله. للاسف تم تهميش هذا القطاع واقصائه، ومن كنخرج للزنقه كنشوف بان الحياه عاديه 100%. الحياه عاديه 100%. كون كان كاين الحجر الصحي الشامل ما غيهضر حتى شي واحد، غيقول منا من الناس كاملين علينا كاملين اوكي، بحال اللي كان في الشهور الاولى كان الحجر الصحي لجميع القطاعات. دابا هو الحجر الصحي ما كاينش. واش الحجر الصحي على بعض القطاعات منها القطاع الرياضي؟ مع ان الرياضه زعما اللي تهمشات لهذه الدرجه هذه، حنا كيسحبنا الرياضه عندها واحد الاهميه عند الدوله. للاسف جبرنا بان هذه الحكومه ما عندهاش ثقافه رياضيه بتاتا، لان الوزير الاول او رئيس الحكومه عمره جبد الرياضه في التدخلات ديالو. حنا جينا هنا كنناضلوا من اجل فتح القاعات الرياضيه، لان حنا ولا المسؤولين والرؤساء الجمعيه والناس ديال القاعات وحنا المدربين والمدربات يعني كنعانيو 7 شهور هذه، وحنا كنعانيو يعني هاد الناس هادو يعني وزاره الداخليه ولا الوالي فيما كنجيو يعني 7 الاحتجاج حنا كنجيو كيقول لك يعني كاينه وعود يعني من اليومين رجعوا راه الصاده ديالكم تسمع، راه حنا معاكم وراه حنا متعاطفين معاكم، ولكن ما كيبدو الجدوى. يعني عندنا اوصار حنا 7 شهور هادي، تخيل ان الانسان ما عنده جا مدخول باش يعيش، ما عندناش باش نعيشوا، وحده من جانب الكرا وحده من جانب انت كتعرف الموضوع الحياه اليوميه المصروف ما كاينش، يعني نيجليجاونا هذا القطاع ديال الرياضه نيجليجاو، وحنا حنا نيجليجاونا. يعني لا يعقل، حنا كنطالبوا بالحقوق يعني كسائر القطاعات، يعني غيعطيونا واحد بعد قبل من وراء الحجر ب3 شهور فتحنا شهر، عطاونا مسافه التباعد، درنا مسافه التباعد يعني التعقيم كاين كل شيء، ومن وراها صافي غلقونا.
يعني دابا 6 شهور مورا داك الشهر، يعني كيفاش تخايل حنا كي غنعيشوا. كنتو تعملوا عين الاعتبار ان هذا المواطن اللي هو في هذا القطاع يعطيو واحد التعويض مادي بعد باش يتعايش مع الاسر ديالو، لان هذه وسيله المعيشه ديالنا. ماشي حنايا مثلا انا كمدربه او لا صاحب النادي يعني كنمشي ولا صاحب في الرياضه وصافي، هذه راه وسيله المعيشه باش حنا كنعيشوا، باش كنخلصوا الاجار، باش كندفعوا الكراء ديالنا مثلا الديور شنو اسمه البنكات، ولادنا كنصرفوا عليهم. يعني تصور 7 شهور وحنايا مدخول ما كاينش، صاحب النادي على يدو قال صافي يعني طلعوا عليه الكلا بزاف كيضطر يديكلاري فايت لان صافي فاض به، اذا ما غادي هو يعطوا له الحق انه يحل. شنو واش غادي يخلص ما قبل او لا غادي يصرف على العمال ديالو؟ ما بقالوش راس المال ولا باش يصرف على ولادو ولا حتى شي حاجه. كذلك المثال حنايا الى شاد نادي واحد راه كيتشردوا 15 اسر معاه، اذا فين هو حقنا في الدستور؟ حنا كنطالبوا تيونا حقنا لان راه عينا، راه صافي ما بقى عندنا لا باش نتعايشوا مع هذه الوضعيه ولا باش نتلفوا مع عند الناس ولا باش نكملوا المعيشه ديالنا، لان في دارينا بزاف عينا. كنقولوا لعل وعسى تعملوا عن اعتبار وتشوفوا من حل هذا القطاع هذا، تاسفوا له شويه، ولكن مع الاسف ما عرفناش علاش همشونا وما كاينش حتى شي جواب مقنع اللي كيرضينا حنايا نقولوا حقا علاش مثلا تصدر قرار اغلاق الانديه. حنا ماشي اكثر عرضه، وزائدو حنا ما غاديش نحلو غير قانوني، تجي يعني التغطيه الصحيه تشوفنا مثلا مسؤولين عليها، شوف الانديه موفرين تغطيه صحيه وتعطينا التباعد وتعطينا الحق كيفاش حنايا نخدموا ونخدموا كجميع القطاعات. حنا جينا اليوم ما هادي باش نطلبوا الحقوق ديالنا، حنا كنطلبوا الحقوق ديالنا عاديين بحالنا بحال الناس، يعني نخدموا 50% 40% المهم نخدموا، ما بقاوش جالسين مهمشين. جميع القطاعات خدامين وحنا جالسين، على حنا بيدنا عندنا الاسر ديالنا، عندنا المسؤوليه، عندنا كل شيء خصنا نخدموا على ولادنا، راه مشهر ثلاثه وحنا جالسين. يعني حنا ما عارفينش علاش هذا الاغلاق كامل وخصوصا الاغلاق الرياضي، جميع الرياضات مغلوقين، خصنا نخدموا يعني فهمتي. العائله ديالنا عندنا مصاريف ديالنا، عندنا ولادنا كاين اللي عنده لاصال كاريها كاين ما وضى والله احسن العاو الجامع. حنا دابا ما كنطلبوش شي حاجه، يعني الشروط اللي قالوها انه ما نخدموا بها، حنا ما عندناش مشكل. احنا قالوا لنا شحال هذه؟ قالوا لنا خدموا 50%، خدمنا لبينا لهم الشروط ديالهم كاملين، وهذا الشيء اللي كنطلبوا حنا، ما كايناش شي حاجه اخرى. قبل ما تخرجوا شاركوا معنا على قناه 8 مارس وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.